السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد الحلوى رائع جدا بالسميدة. غادي نحتاج واحد 3 البيضات يكونوا صغار، إلا كان البيض كبير كنديروا جوج. غادي نحتاجوا هنايا كذلك واحد كاس العنبة ديال السكر سنيدة، غادي نحتاجوا كاس ديال العنبة نص ديالو زيت، نص ديال العنبة، نص كاس ديال العنبة ديال الزيت. غادي نحتاجوا كذلك واحد نص كاس ديال العنبة ديال الزبدة، نص كاس عنبة زيت ونص كاس عنبة زبدة تكون مذوبة. قلنا كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة. عندي 2 معالق ديال الكوفيتير، تستعملوا اي نوع ديال المربى تعجبكم، اما الكونفيتير ديال المشمش او ليمون او اللي بغيتو نتوما. عندي واحد القبيصه ديال الملحه، عندي شويه ديال القشور ديال الحامض، انايا كانوا عندي ديال لا سيترونات هما اللي خدمت بهم، يعني معسلين. نتوما ممكن ديروا اخواتي غير قشره ديال الحامض حكوها. عندنا واحد الصاشيه ديال الفاني، انا درت فاني ديال الزهر. كيبقى لنا 2 معالق ديال الكوفيتير. صافي، وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان. هي هما الاولين، يعني اما كتخدموهم في الكاس ديال العصير او لا كتخدموهم بالطراب الكهربائي حتى كيندمجوا لينا مزيان. وغادي نضيفوا عليهم هنايا عندنا خماره. قبل ما غادي نزيدوا الخماره، غادي نزيدوا 125 غرام ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو. بالنسبه لللوز خليه غير خضر، ما تحمروه ما والو. 125 غرام تقريبا يعطيكم واحد الكاس ديال العنبه ديال اللوز يكون مطحون منيل. نزيدو خماره ونزيدو نص كيلو ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه. غادي يبان لكم الخليط خفيف، ما عليه والو البنات، لان هذا الخليط هذا ضروري ومؤكد انه خاصو يرتاح، خاصو يرتاح في الثلاجه على الاقل، يعني واحد 5 ولا 6 سوايع ضروري خليه يرتاح. قد ما ارتاح يعطيكم نتيجه مزيانه. الا قدرت السيده كتخلطوا بالليل وتخليه بات حتى الصباح عاد تكورها. ضروري البنات هذا الخليط هذا يرتاح كيف قلنا في الثلاجه. من بعد ما غادي يرتاح فاحنا غادي ناخذوه وغادي نشكلوه كويرات. القياس نتوما تتحكموا فيه، كبروا صغروا ديروا لي يعني اللي بغيتو نتوما، نتوما تحكموا في القياس اخواتي. كنكوروها بيدينا، كتلاحظوا ان الخليط مني كنخليوه يرتاح في الثلاجه فهو كيجمع راسو تيقبض راسو. الا جاب الله بالكم شويه يعني كيتلصق في اليدين، فاحنا كنديروا واحد شويه ديال الماء حدانا، غير الماء بلا ما زهر، غير الماء عادي، الماء ديال الماء بارد كنبقى ندوز فيه يديا وكنبقى كنكور في هذيك الحلوه. وكنزل في اللاطه ديال الفران، في هذا الاثناء الفران سخون. من بعد ما كنكورها فانايا غادي ندير ليها نبودريها بشويه ديال السكر كلاصي. من بعد ما نبودريها بسكر كلاصي غادي نرشك فيها لوزه، ندير وسطها لوزه صافي. وغادي ندخلها للفران مسخن من قبل، ضروري الفران يكون سخون. كطيب على 150 درجه تقريبا واحد 20 دقيقه، كنشعلو عليها لتحت الفوق حتى كطيب وكنخرجوها. كطيب على عافيه مهيله كما كنطيبو الصابلي، كنشعلو عليها لتحت الفوق. هذه ما خاصهاش تشقق، حنا ما غرضناش بها انها تشقق، غير كطيب وكيولي اللون ديالها ذهبي صافي. تنخرجوها وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيف كيجي. كتجي معلكة البنات، زوينة 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 بزاف. كنصحكم تجربوها، والمذاق حتى هو تيجي زوين بزاف. غير عطيوها الخاطر في الطياب على 150، بحال غطيب واحد الكيكة عافية متوسطة مهيلة، عفوا مهيلة مهيلة مهيلة، سواء فران ديال الغاز او فران ديال الضو. ونحطوها في الرف الوسط دائما الحلاوي باش ما يتخطفوش لينا في الطياب، كنحطوهم في الرف الوسط ونعطيوهم الخاطر ديالهم حتى كيطيبوا. بالنسبه للفقاس، غادي ندوز الفقاس، وشكون فينا اللي ما تيبغيش الفقاس بجميع الاشكال والانواع ديالو. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجو 4 الحبات ديال البيض يكونوا صغار، الا كان البيض كبير كنكتفيو فقط ب3 حبات كبار ديال البيض. غادي نحتاجو كاس ديال عنبه زيت وزبده، اللي تيبغي فقط الزيت يدير الزيت، لكن الزبده راها كتعطي الطعم وكتعطي كذلك كتعاون في الفقاس ما يتهرش. كعندنا نص كاس ديال العنبه ديال الحليب وكاس ديال العنبه ديال السكر سنيده ونقيطات ديال الزهر. الا ما كانش عندكم هذا الروح ديال الزهر فانتوما داك الحليب يعني كديروا مثلا 1/4 كاس حليب و1/4 كاس ما زهر. وعندنا واحد 600 غرام ديال الدقيق اللي مخلطه مع واحد الكيس ونص من خميره الحلويات.
واحد الحاجه البنات بالنسبه للدقيق فماشي من نوع، ماشي ضروري يكون عندكم دقيق من النوع الممتاز، لكن ديروا 600 غرام يعني 6 كيسان ديال العنبه، وكتدخلوا الدقيق بشويه بشويه، يعني يكونوا حذرين جدا في هذه المرحله هذه ديال الدقيق. هنا كنخلطوا المكونات اللي كتكون سائله مع بعضياتها، اما انا كنفضل الخلاط الكهربائي ولا الكاس فاش كطحنوا العصير. علاش؟ باش كيجي هذاك الفقاس كله يعني كيجي زوين، كيجي يعني كيجي دير عيون كما تنقولوا، يعني كيجيناش مدقص الا خدمتوه بهذه الطريقه هذه. غادي نخدموا المكونات مع بعضياتها وكنبداو كنضيفوا الدقيق بالتدريج بطبيعه الحال. وهذه المساله جد مهمه ان العجين ما نقصحوش العجين، وفي نفس الوقت ما نخليوهش مرخوف بزاف، يعني العجينه كتكون بين وبين. وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نحصلوا، هذا هو العجين ديالنا. ما تنساوش واحد القبيصه تاع الملحه من الاشياء الضروريه. شوفوا معايا العجين كيف كيكون البنات، ما يكونش قاصح وما يكونش ثاني مرخوف بزاف. صافي، هنا غادي نجمع العجين ديالي وغادي نقسمه على جوج، غادي نقسمه لجوج كريات بهذه الطريقه هذه. اللي بغى الفقاس صغير يدير حتى ثلاثه، انايا عندي انا بغيت ندير فقاس يعني الحجم ديالو كبير، قسمت غير على جوج. لكن كيف قلت لكم اللي بغى الفقاس يكون صغير يقسم هذوك العجين لثلاثه الكريات صغار. غادي ناخذ بابي سول فريزي، واحسن طريقه بالنسبه ليا باش ممكن يعني لا الفرد ديال الصابلي، العجينه ديال الصابلي ولا الفرد ديال هذا العجين هذا، من الاحسن ديرو بابي سول فريزي. واللي ما عندهاش فهي اما فوق واحد السيلبات او لا البلاستيك غذائي. كنسرحوا العجين ديالنا، كنطلقوه بالمدلك، ما نديرو لا دقيق لا حتى حاجه، فقط بالاستعانه بالمدلك كنطلق العجين. وكناخذ بيض بيضه، بيض بيضه كنصنوه بشويه ديال الملحه بشويه ديال هذا الزهر، داك الكيس ديال الزهر. صافي، وكندهن به العجين ديالي. وهنايا غادي نجيبو اي فواكه جافه عندنا في الدار. انايا عندي فواكه جافه، زدت ليها حبوب، زدت ليها البذور هذا البذور ديال نور الشمس، زدت ليها الزرع ديال القرعه، يعني مخلطه وشويه ديال الزنجلان. يعني كيف غادي تلاحظوا تما كاينه مجموعه ديال الفواكه والحبوب. ناخدوها الفواكه اللي عندكم، لوز، قرقاع، كاجو، بيستاش، مشماش. اللي بغى يدير الزبيب يرقدو ضروري في شويه ديال الماء، واحد نص ساعه ولي بيتو ليله كامله رقد شويه ديال الماء. اللي بغى يدير الزبيب، انايا كيف لاحظتوا درت مجموعه، يعني داكشي اللي عندي في الثلاجه جبدته خلطته ودرته. انتم اخواتي اللي بغى يدير غير اللوز يديرو، اللي بغى يدير غير قرقاع يديرو، اللي بغى يدير غير شويه ديال مثلا يخلط شويه ديال القرقاع شويه ديال اللوز يديرو، يعني تيبقى لكم الاختيار. وسبق وحضرت معكم فقاس فقط بالحبوب، ما فيهش فواكه جافه نهائيا، فيه فقط زريعه الكتان، فيه زنجلان، فيه زريعه ديال القرعه، وفيه زريعه ديال نوار الشمس. هادو خلطتهم وعمرت بهم الفقاس. غادي نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، حتى هو كيجي زوين بزاف وكيجي صحي، يعني نقولوا واحد شويه صحي ماشي كلشي لكن سيقون دوك يعني دوك هذاك المزيج ديال الفواكه الجافه مع الحبوب كيعطي واحد الطيبه رائعه جدا، وكيعطي واحد النسمه رائعه جدا. صافي، كنجمع كيف لاحظتوا معايا هذاك البودان كنجمعو مزيان، ولا هذاك الحربول، وكنضغط مزيان باش ما كيجينيش مفرق مني نبدا نقطع في الفقاس، ما كيجيش العجين مفروق على الفواكه ولا دوك الفواكه الجافه، يعني تيجي لاصق. نضغط مزيان، ونفس الشيء غادي نديرو بالنسبه للعجينه الثانيه. غادي حتى هي نطلقها بالمدلك ونعمرها، ودائما كندهنو ببياض البيض اللي كيكون ممزوج مع شويه ديال الزهر ومع شويه ديال الملحه. من بعد ما شكلت الحرابل ديالي، خديت صفر بيضه مخلط مع واحد شويه ديال الحليب، ماشي انايا مثلا كندير صفر بيضه، كندير معاه واحد ربع كاس ديال الحليب مع شويه الملحه. صافي، وتندهن به الفقاس. اللي بغى يدير القهوه سريعه الذوبان يديرها، وكل واحد يدير لي داكشي اللي كيعجبو. كندهن العجين ديالي وندخلو الفران بارد، فران يكون بارد، سواء فران ديال الغاز او فران ديال الضو،
الفقاس ديالنا كيطيب بحال غنطيبو واحد الكيك. كنحطوه في الرف الوسط، الرف الوسط، وكنشعل عليه غير لتحت على 150 درجة حتى كيبان ليا تنفخ وطاب. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب، تقريبا خدا ليا واحد 35 حتى 40 دقيقة. ملي كنخرجو وهو سخون كناخد انا عاده كنلويه في فيلم اليمونتير، لكن دابا ما عنديش فيلم اليمونتير، قضيت غير بلاستيك غذائي. خديت كل حربول كندخلو البلاستيك غذائي وكنزمت عليه، وكنعاود ندير واحد المنديل من الفوق وكنخليه كيعرق على كما كنقولوا حنا، تيرجع عليه هذاك العرق وكيرجع عليه هذاك الصاد، وتنخليه تقريبا واحد ساعتين المكانه قبل ما نقطعو. قبل ما نقطعو ضروري ومؤكد، وهذه العمليه ديما تنقولها لكم في جميع الانواع ديال الفقاس اللي شاركت معكم، ندخلوا واحد ربع ساعه للمجمد حتى كيشد، يعني كيبرد، كيبرد وكيشد راسه. صافي تنخرجوه وتنقطعوه كيف كتلاحظوا معايا. خود انا عندي فقاس كبير، داكشي علاش استعملت سكين كبير، لكن ممكن اخواتي تخدموا غير بموس عادي ديال 3 دراهم، قطعوا به هذاك كان مكتوبه فيه حاده قطعوا به القص ديالكم، يعني ما غادي ما يتهرس معكم ما حتى حاجه، غادي يخرج لكم واحد القص كيف بغيتوه. وكما كتلاحظوا معايا انا راه كنقطع ما كيضيع منه حتى حاجه، فقط دوك الجنيبات دوك الاطراف هما اللي كنحيد، اما راه ما كيقطع حتى حاجه، ما كتضيع من هذاك الفقاس، ما كتضيع منه حتى حاجه. غادي نستفو في اللاطه وندخلو الفران. هنا العكس، الفران كيكون سخون وكنشعل عليه الفوق حتى كيتحمر، وكنعاود نقل نجبد اللاطه ونقلبها. انا كنت النار كتكون غير فوق منه، وباش كنعرفوا ان الفقاس ديالنا مزيان وهو هذاك، ان دوك الحبيبات ديال اللوز كيخرجوا في اللون ديال الفقاس، كيبانوا لنا محمرين. اللون ديال اللوزه كيكون محمر، اللون ديال اللوز كيكون محمر، يعني هنا نعرفوا بالضروره الفقاس ديالنا، لان بعض المرات كيبقى داك اللوز ابيض. وغير الاخوات اللي كيرطب لهم الفقاس كدوز يومين اولا 3 ايام كتقول لك مابقاش مقرمش، لان اللوز ما تحمرش، لان حنايا هنايا اللوز ما رطبناه لا في ما لا في حتى حاجه، دوك الفواكه الجافه كتحمر وكطيب على خاطرها وكتبقى لنا مقرمشه مده طويله. وهذا كان الطبق ديال الحليوه ديالنا اللي حضرنا حتى هي، كتجي معلكه، كتجي رائعه. هاد الغريبه خطيره البنات، خطيره، كتجي معلكه بحال كتاكل المكرون ديال اللوز، شي حاجه المكرون البلدي ديال اللوز، يعني ماشي المكرون عادي، لكن المكرون البلدي ديالنا اللي كنصايبو باللوز، كتجي غزاله بزاف وكتجي مذاق خطير جدا. كنتمنى اخواتي تجربوا الحلويات بحال ديما وتردوا عليا الاخبار، وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. خليت لكم الراحه الى حلقه مقبله بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.